احنا ان شاء الله النهارده هنبدا ب عندنا اي ار دايجرام، وهنقول ان احنا عندنا، انا مش هدخل في الاي ار دايجرام قوي لان الدكتور لسه ما اداكمش السوبر بوزيشن والسب السوبر والسب، فاحنا هنشتغل مع بعض كده على الاي ار دايجرام العادي. طيب احنا بالنسبه لنا لو احنا عندنا اي ار دايجرام فهو ده الاي ار دايجرام، لو احنا بنقول عندنا سامبل اي ار دايجرام، لو احنا عندنا الاي ار دايجرام اللي احنا هنبنيه هنبنيه بالمنظر ده كده. احنا عندنا دي اسمها انتيتي، اللي جوه المربع ده اسمه انتيتي، اللي جوه المربع ده اسمه انتيتي او المستطيل ده اسمها انتيتي، اللي بين كل مربع والثانيه اسمها ريليشن شيب. ريليشن شيب بين كل انتيتيز، وجوه الانتيتيز نفسها هيبقى في حاجه اسمها اتريبيوتس. جوه الانتيتيز نفسها هيبقى في حاجه اسمها اتريبيوتس. يبقى انا بالنسبه لي دلوقتي ده كده الاي ار دايجرام بيكون عباره عن انتيتيز، كل انتيتي جواها شويه اتريبيوتس، بين كل انتيتي وانتيتي في يوجد حاجه اسمها ريليشن شيب. اللي مكتوب على الرقم ده، ده الحته دي مثلا سبلايز، ده اسم الريليشن شيب نفسها، اسم الريليشن شيب نفسها. في ناس بتعمل ريليشن شيب اسمها بيروح حاطين زي مستطيل في النص كده، في بعض البراجع يعني بتحط زي مستطيل في النص كده وتكتب اسم الريليشن شيب فيها، يعني بدل ما يكتب سبلايز هنا بيكتب كلمه سبلايز هنا في النص يعني. فدي او دي هما الاثنين، واحد اسمها اسم الريليشن ايه شيب. في مشكله كده يا جماعه؟ يبقى اسم ده اسمها انتيتي، ومن الانتيتي دي بين كل انتيتي والثانيه ريليشن شيب، وكل انتيتي كان مجموعه من الاتريبيوتس. احنا هنشوف بقى انواع الريليشن شيب وانواع الانتيتيز وانواع الاتريبيوتس. طيب تعالى كده نبص الاول، انا بالنسبه لي لو انا عايز اقرا الريليشن دي اقراها ازاي؟ تعالى بص كده، انا بقول اهو سبلاير، سبلاير سبلاير مي، شفت مي سبلاي 1 or more item، 1 or more item. يبقى انا بقرا كده الريليشن شيب بالمنظر ده كده، الاسم الانتيتي بعدين المينيمم كاردناليتي وبعدين اسم الريليشن شيب وبعدين الماكسيمم كاردناليتي وبعدين الانتيتي الثانيه. طب تعالى نجربها ثانيه كده على حاجه ثانيه، هنقول مثلا وليكن الكاستمر والاوردر، الكاستمر مي سبلاي مي سبميت may submit one or more order. One or more order. وصلت كده يا جماعه؟ طيب نقرا كمان، نقرا كمان العكس، الاوردر، الاوردر must be submitted by one customer. يبقى الاوردر لازم يكون معمول بواسطه واحد كاستمر. تمام كده يا جماعه؟ يبقى ده السامبل اي ار دايجرام، ده السامبل اي ار دايجرام، ده حاجه كده زي الاي ار دايجرام. فبيقول ان انت عندك ده اسمها انتيتي زي ما انا قلت، دي اللي جوه المربع ده اسمه انتيتي، اللي جوه المربع ده اسمه انتيتي تايب، واللي على الخط ده ريليشن شيب، وده بقى بيقول لك عليها مانداتري 1، دي الكاردناليتي بقى مانداتري 1، دي مانداتري 2. الخط ده يا جماعه اللي في الاول ده اسمه مانداتري، الخط اللي في الاول ده، والدايره دي اسمها اوبشنال. يبقى الدايره دي اسمها اوبشنال والخط ده اسمه مانداتوري. ولو هي واحده بتبقى 1، لو هي كتيره بتبقى ميني. يبقى دي كده دي ميني كده وده 1، يبقى اللي بيتكتب في الاول على الخط الاولاني ده كده دي اسمها المانداتوري او المينيمم كاردنالتي، اللي بعدها الماكسيمم كاردنالتي، دي كده اسمها المينيمم كاردنالتي، دي كده اسمها الماكسيمم كاردنالتي. الدايره اوبشنال والخط والخط مانداتوري، ولو هو واحد زي دي كده يبقى الريليشن شيب واحده هنا تبقى ميني. في مشكله كده يا جماعه لحد دلوقتي؟ طب يبقى احنا كده عرفنا ايه مكونات الاي ار دايجرام. طيب تعالى بقى بيقول لك ايه، زي ما هو قلت، زي ما انا قلت الكلام اللي انا كاتبه تحت ده ومعلمه لك باحمر ده، هو بيقول لك الانتيتي اند ريليشن شيب، الاي ار دايجرام شو الانتيتي اند ريليشن شيب، وبيقول لي الانتيتي ريبريزنتد ان ذا ريكتانجل سيمبل، بيتحط في سيمبل، والريليشن شيب هي عباره عن الخط بتوين انتيتيز ريبريزنتد باي لاين كونكتد بتوين ايه انتيتيز، زي الشكل ده. يبقى هو الانتيتي دي هي عباره موجوده في مستطيل، والريليشن شيب هي الخط اللي بين الاثنين دول. طيب بعد كده بيقول لك، هو بيشرح لك بقى ايه الانتيتي دي بقى، قال الانتيتي هي عباره عن الكيان او الاوبجكت، زي الكاستمر، الكاستمر ده الشخص اللي هيعمل اوردر او اللي احنا عايزين نعمل له اعلانات، البرودكت ده التايب اوف فرنش، احنا برجع كله يا جماعه شغال على شركه اساس فرنتشر اسمها فالي فرنتشر،
شركه اساس فالي فرنيشر، باين فالي فرنيشر، ده المرجع كله، هتلاقي المثال كله هو شرح المنهج كله على مثال من باين فالي فرنيشر، من الحاجه دي. البرودكت ده الحاجه اللي الكاستمر هيطلبها، الاوردر ده الكاستمر هيعمل اوردر عشان يطلب برودكت. طيب الايتم دي انا الشركه بتطلب ايتمز عشان تعمل بيها البرودكت، يبقى البرودكت بخش الايتمز بتخش في كذا برودكت. السبلاير ده السبلاير ده اللي هيدي الشركه اللي هي الفالي دي، شركه الفرنتشر دي الايتمز. الشيبمنتس ديت السبلاير هيدي شيبمنتس شيبمنتس ايتمز للشركه نفسها. تمام يا جماعه؟ يبقى الانتيتيز هي الانتيتيز اللي فوق دي، وبشرح لك الانتيتيز اللي فوق. يبقى الانتيتيز اللي فوق هي عباره عن الكاستمر اهو فوق، لو احنا بصينا عليها هيقول لك انا عندي الكاستمر اهو، ده الكاستمر اهو بيدي اوردر للبرودكتس. يبقى الكاستمر بيعمل اوردر والبرودكت جوه الاوردرز ده. نفس الطريقه الايتم بتخش في كذا برودكت. طب الايتم دي جايه منين؟ السبلاير بيعمل شيبمنتس، والشيبمنتس دي بيكون فيها الايتمز دي. تمام يا جماعه؟ تمام يا جماعه كده في مشكله؟ طيب نيجي بقى اللي بعد كده، نبص على الجزء اللي بعد كده. فهو بيقول لي بقى ايه؟ لازم بقى الكلام اللي انا كنت بقول عليه It's important to clarify, clarify, define each entity. لازم تبقى كل entity معروفه، الانتيتي بتاعت ايه؟ زي وليكن الكاستمر، الكاستمر بالنسبه لي هو الكاستمر entity include person organizations that have not yet procured products from Buying Valley Furniture. يبقى الكاستمر هو عباره عن بيحتوي على الشخص او الشركه اللي اشترت اللي ما اشترتش او اشترت من البالي من شركه الاساس دي اشترت برودكتس. طيب بقول لك ايه، ممكن الكاستمر ده لو انا مش معرف الكاستمر ده عباره عن ايه، ممكن واحد يقول لي لا انا عايز اللي اشترى بس هو اللي يكون كاستمر، اللي ما اشتراش ما يكونش كاستمر. عشان كده بقول لك لازم تبقى كليريفاي كليري ديفاين، لازم تعمل كليري ديفاين، لازم تبقى كل حاجه معرفه بالظبط. فبقول لك وليكن مثال بالنسبه لشركه بالنسبه الكاستمر، وليكن مثلا بيكون ليه كذا معنى. لو انت في الاكاونت ديبارتمنت، يعني في اسم الحسابات وليكن، فالكاستمر معناه الشخص او الشركه اللي اشترت عملت اوردر فعلا. اما لو في قسم الدعايه، لو في قسم الدعايه فانت بالنسبه لك دلوقتي هو الكاستمر هو الشخص اللي انت ممكن تعمل ايه يا جماعه؟ تقدر توصل على حاجه تعمل بيها دعايه للشركه بتاعتك. فلازم عشان تعمل كده لازم تبقى الداتا بتاعتك او الانتيتي بتاعك كلاريفاي، لازم تبقى واضحه وصريحه. الكاستمر بالنسبه لك هو ايه؟ هي دي الفكره بقى. هي دي الفكره يا جماعه. تمام كده يا جماعه؟ طيب نيجي بقى للبزنس رول. البزنس رول دي بقى اللي انا كنت بقول لكم عليها وانا بشرح لكم في حته المشروع، ان انت ممكن ما تلاقيهاش، فعشان كده ممكن تعملها اسامبشن. لازم بالنسبه لك دلوقتي البزنس رول تكون واضحه عشان تحدد مين الانتيتي. لا ده البزنس رول عشان احدد الريليشن بين الانتيتيز. يبقى البيزنس رول موجوده عشان تحدد الريليشن بين كل انتيتي والثانيه. يعني انا بالنسبه لي دلوقتي انا لو مش البيزنس رول بتقول لي، البيزنس رول بتقول لي ان السبلاير may supply many items، انا ما كنتش اقدر احط الريليشن ديت اللي هي المينيمم كاردينالتي اللي هي الاوبشنال دي والماكسيمم كاردينالتي اللي هي الميني. يبقى انا بالنسبه لي دلوقتي لازم تبقى بص اهي، قال لك ايه؟ السبلاير may supply many items، يبقى اهو السبلاير may supply many items. طب وكمان بيقول اهو each item، كل item is supplied by any number of suppliers. يعني ممكن each item لازم is، يعني معناها لازم، مش ما ينفعش يكون عندي item مش تكون ايه؟ مش تكون ايه يا جماعه؟ مش ما فيش suppliers مديها لي. يبقى انا بالنسبه لي دلوقتي يبقى هقول لك ال item must دي كده اللي هي المينيمم كاردينالتي، must اللي هي المانداتري، must supplied by many suppliers، ممكن اكتر من سبلاير يبعتوا لي نفس الايتم، مفيش مشكله. تمام كده يا جماعه؟ يبقى دي البيزنس رول اللي انا بتكلم عليها اهي. البيزنس رول بالنسبه لي لازم تكون واضحه. ممكن واحد يقول انا عندي كل ايتم لازم تكون جايه من واحد سبلاير بس، يبقى دي تحولت بدل ما هي من ميني بقت ايه؟ 1. صح كده يا جماعه؟ يبقى انا بالنسبه لي دلوقتي لازم البيزنس رول تكون واضحه. ليه؟ لان انا ممكن يكون عندي مثلا يقول لي ايه، انا كل سبلاير بيديني ايتم واحده بس، او كل سبلاير لازم يديني ايتم واحده، لان ممكن ما يكونش يبقى ايه، ممكن ما يكونش ما اقولش عليه سبلاير. يبقى انت بالنسبه لك دلوقتي البيزنس رول بالنسبه لي هي حاجه بتحدد لي الريليشن بين مين يا جماعه؟
بين انتيتي والثانيه. تمام كده يا جماعه؟ طيب ناخد مثال ثاني. فاحنا بالنسبه لنا دي كده، ده كده اسم الانتيتي، ده كده اسم الانتيتي، ده المينيمم كاردينالتي، ده اسم الريليشن شيب، ده الماكسيمم كاردينالتي، ده الاسم الانتيتي الثانيه. يبقى الانتيتي او الريليشن شيب بتتم بين اثنين مين يا جماعه؟ بين اثنين انتيتي. تمام كده يا جماعه؟ طيب اهو بعد كده بيقول لك ايه؟ لو بصيت على المثال اللي بعد كده بيقول لك اهو انا عندي الايتم ماست بي يوزد ان اسمبلي ات ليست وان برودكت، يعني ممكن الايه؟ الايتم تدخل في برودكت او اكتر، صح كده يا جماعه؟ يبقى انا بالنسبه لي بقول الايتم must be used in at least one product. يبقى انا بالنسبه لي دلوقتي الايتم must اهي، يبقى دي الماست اهي must ايه at least one product، يعني ممكن تدخل في برودكت او اكتر. يبقى انا بالنسبه لي الايتم يو must used in one or more product، يبقى هي ايه؟ برودكت او اكتر. يبقى هي بيقول لك at least يعني ممكن واحد او اكتر، يبقى at least ممكن تكون واحد او ايه او اكتر. And may be used in many products. هو قال لي كمان وضحها لي عشان هو هنا، فبيقول لي ممكن تكون في اكتر من برودكت. وبيقول لك بقى each product must use one or more items. يبقى ممكن يكون برودكت مكون من ايتم واحده، وممكن يكون برودكت مكون من اكتر من ايتم. طب انا بالنسبه لي دلوقتي هي هل في برودكت ينفع يكون مش فيه الايتم؟ لا. فقال لك عشان كده قال لك ايه؟ يبقى البرودكت may must use one or more item. One or more item. تمام كده يا جماعه؟ يبقى ده المثال اللي بعد كده. طب نشوف اللي بعد كده. قال لي نفس الطريقه، عايزين نشوف المثال اللي بعد كده. يلا لو واحد يقول لي بقى ده، حد يقرا السبلاير والشيبمنت كده يا جماعه؟ حد يقرا السبلاير والشيبمنت؟ حد يقراها؟ سبلاير ايوه مي سنت one or more shipment. بالظبط. يبقى السبلاير may send one or more shipment. والشيبمنت must ايوه must send one supplier. بالظبط كده. يبقى انا بالنسبه لي دلوقتي ده كده العلاقات. ولو انا عندي ده، لو انا عندي اثنين انتيتي وريليشن شيب واضحه او بزنس رول واضحه، هحط الايه؟ هحط الحاجه بالنسبه لي، هحط الايه؟ المينيمم والماكسيمم كاردناليتي بالنسبه لي بوضوح زي ما هنشوف تحت في الامثله. تمام يا جماعه؟ طيب الشيبمنت ماست انكلود وان اور مور ايه؟ ايتمز، اند ايتم مي بي انكلودد وان سيفرال شيبمنتس. ونفس الطريقه بقى مديك هو في المرجع بقى خمس ست امثله، خمسه وسته على الحاجه بتاعتي. فبيقول لك هنا، بيقول لك انا عندي بالنسبه لي اهو الانتيتي المينيمم كاردناليتي زي ما انا قلت هنا، المينيمم كاردناليتي والانتيتي، وبعدين المينيمم كاردناليتي، وبعدين الريليشن شيب، وبعدين الماكسيمم كاردناليتي، وبعدين الانتيتي الثانيه. زي ما اكزامبل بيقول لك الكاستمر مي سبميت اني نمبر اوف وان اور مور، مثلا اي وان اور مور او ميني، ممكن تشيل لو هي عدد كبير تحط كلمه ميني على طول، هي وان اور مور ممكن تشيلها وحط ايه؟ ميني اوردر وان اور مور، او لازم تكون وان، يعني ممكن تقول اني نمبر دي وتحط يا اما 1 يا اما تحط ايه؟ ميني. لو هي علاقه 1 تبقى 1، لو هي علاقه ميني تبقى ميني. في مشكله كده يا جماعه لحد دلوقتي؟ ندخل على بقى نعرف بقى قال بقى البيزنس رولز بقى لازم تكون ايه؟ ديكريليتيف واضحه، فيرسز دقيقه، اتوميك يعني مش تكون مؤوله، اتوميك مكونه، consistent متوافقه، اكسبريسبل معبره، مختلفه، البيزنس رول ايه؟ وبتحط البيزنس بتاعها يكون البيزنس بتاعها واضح، بيزنس اورينتد بتاعها واضح. يبقى ده الخصائص بتاعه البيزنس رولز، اللي هي تكون واضحه، دقيقه، مش مؤوله، متوافقه، معبره، الديستنتك بتاعها تكون مختلفه، البيزنس اورينتد تكون واضحه للاورينتد. احنا شفنا بقى في الاي ار دايجرام ثلاث حاجات، ايه هما؟ قال لي اول حاجه الانتيتيز، الانتيتي تايب عندنا ثلاث انتيتي تايب، سترونج وويك واسوشيتيف، سترونج وويك واسوشيتيف، عندك ثلاث حاجات من اللي بيتم، السترونج بتتحط في مستطيل، الويك بتتحط في اثنين مستطيل، الاسوشيتيف بتتحط في زي ايه؟ مستطيل بس الجوانب بتاعته ايه؟ دائريه،
زي الجوانب بتاعته دائريه. يبقى انا بالنسبه لي دلوقتي عندي ثلاث انواع من الايه؟ من الانتيتيز. انا عندي ثلاث انواع من الانتيتيز، اول حاجه سترونج، وثانيه ويك، الثالثه اسوشيتيف. وقلنا السترونج بتتحط في مستطيل، الويك بتتحط في اثنين، الاسوشيتيف بتتحط في مستطيل، بس الدوائر بتاعته ايه؟ دائريه، الاحرف بتاعته دائريه او الجوانب بتاعته دائريه. الاتريبيوتس بقى كل انتيتي من دول، كل انتيتي بيكون فيها مجموعه من الاتريبيوتس، مجموعه من الاتريبيوتس. الاتريبيوتس يعني انا بالنسبه لي وليكن انت بكتب الانتيتي نيم، ولاحظ الانتيتي نيم بتكتب كله كابيتال، الانتيتي نيم بتكتب كله ايه؟ كابيتال. بعد كده بتحط ايه اللي انا عايز اسجله على الانتيتي دي، وليكن انا هحط امبلوي، ايه اللي انا عايز اسجله على الامبلوي اي دي، وبعدين الامبلوي اي دي، ومثلا وليكن النيم، بعد كده الادرس، الديت هايرد، مش عارف ايه الكلام ده كله. طب الاتريبيوتس نفسها بقى فيها ايه؟ قال لي اول حاجه ممكن تكون اوبشنال، ولازم ممكن تكون اوبشنال، يعني حاجه اوبشنال او مش اوبشنال، لازم تكون اوبشنال، ممكن تكون ديليفري، او ممكن تكون مالتي فاليو، ممكن تكون كومبوزد، هنشوف الكلام ده كله تحت بالتفصيل. يبقى انا بالنسبه لي دلوقتي ايه؟ انا ممكن الاتريبيوتس بتاعتي يبقى ده الحاجات اللي انا هسجلها على كل انتيتي بحطها جوه المستطيل ده. طب في عندي بقى ريليشن شيب، ممكن تكون يونري، يونري يعني بين المربع بين الانتيتي ونفسها، ممكن تكون باينري يبقى بين الاثنين، ممكن تكون ترنري اللي هي تبقى بين ثلاثه انتيتي. فانا عندي دلوقتي يا اما يونري يا اما باينري يا اما ترنري اللي هي بين ثلاثه انتيتي، اليونري بين انتيتي واحده، اللي باينري بين اثنين انتيتي، الترنري بين ثلاثه انتيتي. طيب نيجي بعد كده، قال لي يا باشمهندس في ايه؟ قال لي عندي بعد كده في ايوه الويك انتيتي والسترونج انتيتي، اشرحهم بالتفصيل تحت واحده، انا بقول لك بس ايه اللي موجود في الار دايجرام، بعد كده همسك كل حاجه واحده واحده اشرحها. تمام؟ تمام. طيب نيجي بقى، خدنا بقى الريليشن، ايه الريليشن بقى اللي موجوده؟ قال لي اول حاجه مانداتري 1، احنا قلنا على دي اسمها مانداتري 1، يعني ماست 1 دي ماست وميني، دي اوبشنال 1 دي اوبشنال ميني. وصلت كده يا جماعه؟ يبقى انا بالنسبه لي دلوقتي ده كده، يبقى انت عندك فيه الحاجه بتاعتك. تعال نمسك بقى حاجه حاجه من دول كده ونشوف الانتي بقى، الانتيتي هي ايه وايه بقى كل حاجه من دول بقى. قال لي الانتيتي ايه الفرق بين حاجه لما اقول لك انتي تايب وانتيتي انستنس؟ فاكرين الاوبجكت اند كلاس؟ الاوبجكت اند كلاس في الجافا هي نفسها كده، الاوبجكت اند كلاس، الانتيتي تايب هي دي الكلاس، والانتيتي انستنس هي الاوبجكت. يبقى الانتيتي تايب ده الكلاس، والانتيتي انستنس هي الايه؟ الاوبجكت بالنسبه لي. فهو بيقول لي دلوقتي الانتيتي تايب عباره عن ايه؟ قال لي عباره عن مجموعه من الانتيتيز، كوليكشن اوف انتيتيز ذات شير كومن بروبرتيز اور كاركترستيك، هي مجموعه من الحاجات اللي الناس او الانتيتيز يعني او الحاجه يعني اللي بتتشارك في مجموعه من الخصائص. زي وليكن الامبلوي، الامبلويز، انا عندي انتيتي تايب اسمها امبلوي، فالامبلوي بالنسبه لي ممكن كل الموظفين بيشتركوا في ايه؟ في الامبلوي نمبر، في النيم، في الادرس، عايز اسجل عنهم البيانات دول، السيتي، الستيت، الزد اي بي كود، الديت هاير، البيرث ديت، ده كله بالنسبه لي هو ده اللي انا عايز اسجله. طب نوع البيانات دي ايه؟ لازم اعرف كل من البيانات من نوع الامبلوي نمبر هيكون عباره عن جمله من 10 حروف وليكن. النيم عباره عن جمله من 25 حرف، الادرس عباره عن جمله من 30 حرف، السيتي عباره عن جمله من 20 حرف، الستيت عباره عن كاركتر باثنين، ستيت يعني هم عندهم ستيت في امريكا او كده، في حاجه اسمها ستيت كاليفورنيا مش عارف ايه والكلام ده كله. الزد اي بي كود عباره عن جمله من 9 حروف، الديت عباره عن ديت، البيرث ديت عباره ديت هايرد يعني عباره عن ديت، البيرث ديت عباره عن ديت. هو ده اللي انا بعرفه، هو ده اللي بقول عليه الاتريبيوتس، الاتريبيوتس بتاعتي داخل ده اللي انا عرفت الكلاس خلاص. مجرد ما اقول بقى الموظف اللي اسمه مثلا اللي رقمه كذا، اللي اسمه كذا، اللي ساكن في الحته الفلانيه، اللي الشارع بتاعه كذا، المدينه بتاعته كذا، الزيب اي بي كود ديت بيرز ديت كذا وكذا، يبقى ده بقى الايه؟ الانستنس بتاعي. يبقى انا بالنسبه لي دلوقتي الانتي تايب عامله زي الكلاس كده، الانتي تايب هي عامله زي الكلاس، اما الانستنس ده هي ايه؟ هو ده بقيت بقى داخل على حاجه واحد معين بعينه، موظف معين بعينه. فيها مشكله كده؟ يبقى انا بالنسبه لي دلوقتي ده كده عرفت الايه؟ الانتيتيز والفرق بين الانتيتي تايب والانتيتي انستنس. طيب تعالى بقى نبص ايه انواع الانتيتيز بقى؟ قال لي انت عندك احنا قلنا ثلاثه من انواع الانتيتيز، يا اما انتيتي سترونج، يا اما ويك، يا اما سترونج يا اما ويك يا اما اسوشيتد. طيب تعالى نبص كده ايه السترونج؟ قال لي والله يا باشمهندس السترونج انتيتي هي الانتيتي
او انتيتي اللي المفروض ما بتعتمدش على الحاجه نفسها، هي قايمه بنفسها. زي مثلا الستودنت، بيانات الستودنت، بيانات الامبلوي، بيانات الموظف. انا مش مستني حاجه عشان اخزن بيانات الستودنت، او مش معتمد على حاجه عشان اخزن بيانات الامبلوي، مش مستني حاجه عشان اخزن بيانات الاوتومبيل، مش مستني حاجه عشان اخزن بيانات الكورس. يبقى انا بالنسبه لي دلوقتي السترونج انتيتي هي موجوده، هي الانتيتي اللي اندبندنتلي مش بتعتمد على اي حاجه ثانيه. انما الويك بقى هي الانتيتي اللي بتعتمد على وجود انتيتي ثانيه. لو الانتيتي مش موجوده يبقى الانتيتي الثانيه دي مش موجوده. يبقى الويك انتيتي هي عباره عن انتيتي موجوده بس معتمده على الانتيتي الثانيه. لو الانتيتي دي مش موجوده يبقى الويك انتيتي دي مش موجوده. هي دي الفكره. فانا هو جايب لي مثال اهو، بيقول لي لو انت عندك، انا عندي موظفين، الموظفين دول اهو، عندي الامبلوي، انا عايز اخزن ايه على الموظف؟ الامبلوي اي دي والامبلوي نيم، هما دول اللي انا عايز اخزنهم على الموظف. كده بالنسبه لي انا محتاج حاجه، عشان محتاج انت تاني عشان اخزن البيانات دي. هل وانا بعمل الجدول بتاع الامبلوي ده محتاج حاجه تانية؟ محتاج حاجه تانية يا جماعه؟ لا مش محتاج حاجه تانية. فبيقول لك دي اسمها سترونج انتيتي، دي اسمها سترونج انتيتي، يعني انتيتي مش معتمد على انتيتي تانية. انما بقول لك انا عندي كل موظف لو معاه شويه موظفين معتمدين عليه، ديبندنت ده هو ايه؟ هي دي بقى الويك انتيتي دي بقى. لو وجود الموظف ده، لو وجود الموظف اللي مثلا اللي رقمه كذا والاسم كذا، بالكلام ده كله مش هيكون موجود. يبقى انا كل موظف بيكون موجود معاه تحته مجموعه من الموظفين هم اللي بيشتغلوا. لو الموظف ده مش موجود يبقى الموظفين دول مش موجودين. وليكن ده المقاول، انا الموظفين بالنسبه لي المقاولين، واللي تحتهم دول الناس الشغيله. فلو مش موجود المقاول مش هيكون موجود الايه؟ الناس الشغيله بالنسبه لي. انا ضربت لك مثال من الموجود العام. طب انا بسجل ايه؟ بسجل عن الشغيله دول ايه؟ او بشغل حاجه ايه؟ قال لي بسجل اسمه، اسمه بقى مكون من نيم، فيرست نيم والميدل نيم واللاست نيم والديت اوف بيرث، ده اللي انا بسجله عنهم. فهو بيقول لك انا بالنسبه لي، هو بيقول في بعض المراجع بيقول على دول تشيلدرن اوف تشيلدرن امبلوي، يعني انا لولا وجود الموظف ده الموظفين دول مش موجودين، او الديبندنت دول مش موجودين. فطالما ده لو ده اتشال، انت دي اتشالت، الانت دي هتتشال معايا، يبقى دي اسمها الانت الثانيه دي ويك انتيتي، يبقى دي اسمها ويك ايه؟ انتيتي. كده فهمنا الويك انتيتي يا باشمهندس ولا ما فهمناهاش؟ تمام. وكمان ما بيكونش ليها يعني هو في بعض الناس بيقول لك ايه، انا عندي هنا، انت لسه ما خدتوش يعني لسه ما شرحتش الحاجه دي، بس هقولها لما اشرحها اقولها، ما فيش مشكله، اللي هي بالنسبه للبرايمري كيز. طب بقى الاسوشيتيف انتيتي، بقى الاسوشيتيف انتيتي بيقول لك ايه؟ الاسوشيتيف انتيتي معناها ايه؟ قال لي يا باشمهندس وجود انتيتي معتمد على اثنين انتيتي قبلها، معتمده على اثنين انتيتي ثانيه. يعني انا بقول العلاقه بين الانتيتي دي والانتيتي دي في حبه حاجات كده المفروض في النص، هو ده اسمها الاسوشيتيف انتيتي. فانا بالنسبه لي تعال نشوف كده، وليكن انا بالنسبه لي دلوقتي تعال بص، انا عندي بقى في لازم تفرق بين حاجتين، حاجه اسمها اتريبيوتس اند ريليشن، وفي حاجه اسمها الاسوشيتيف انتيتي. الاسوشيتيف انتيتي دي انتيتي نفسها يا جماعه اهي، انا بالنسبه لي دلوقتي ده كده اسوشيتيف انتيتي، دي اسمها اسوشيتيف انتيتي، لازم تكون انتيتي زيها زي الامبلوي، زيها زي الكورس. انما لو انا بالنسبه لي دلوقتي ده بقول لك ايه، انا عندي الامبلوي هخزن عنه الامبلوي اي دي والامبلوي نيم والبيرث ديت، وده كومبوزيت فاريبل، كومبوزيت اتريبيوت، هنقول ده عباره عن ايه؟ ثلاث حاجات يعني. طب انا بالنسبه لي الكورسز، انا الكورس اي دي والكورس تايتل والتوبكس بتاعتها، ودي ديليفر توبكس. طب انا بالنسبه لي دلوقتي الامبلوي ممكن ياخد ميني كورسز، والكورسز ممكن تعطى لميني امبلوي. فبقول لك انا عندي عايز لما امبلوي معين ياخد كورس معين يقول لي يسجل لي الديت كومبليت، يبقى الديت كومبليت دي هتتحط في الامبلوي ولا تتحط في الكورسز؟ ولدي ايوه ولدي هي علاقه على الريليشن، لما الريليشن تتم يبقى انا بالنسبه لي دلوقتي ده ايه؟ ده الاتريبيوت ده يتحط. تمام كده يا جماعه؟ يبقى انا بالنسبه لي ده اسمه اتريبيوت اون ريليشن، اتريبيوت اون ايه؟ ليه ما احطهاش هنا وهنا يا باشمهندس؟ هي الديت كومبليت ده ايه؟ هتحطها هنا تبقى عباره عن ايه؟ ممكن اقول ان الامبلوي دوت خلص الكورس في الديت ده، ايه؟ في الوقت ده، ممكن اقول ان الامبلوي خلص الكورس في الوقت ده، او الكورس بالنسبه للامبلوي الفلاني خلص في الوقت دوت عند الكورس. لا هو بيقول لك ايه؟ انا لما عندي الامبلوي ده يخلص الكورس ده حط له الديت بتاعه، ما هو ممكن ياخد اكتر من كورس، هتحطها كم مره؟ هو خد خمسه كورس، تحطها خمس مرات؟ لا. يبقى ما ينفعش تحط عند الامبلوي. طب انا ما ينفعش احطها عند الكورسز برضو، ليه؟
عشان الكورس ده ممكن ياخده 100 موظف حطها 100 مره. تمام كده؟ الميتنج هيحصل هيفصل ادخل على نفس اللينك تاني. تمام يا باشمهندس، هو هنا المينيمم كاردناليتي في الرسم هنا مش نكمل. يبقى انا بالنسبه لي دلوقتي انا زي ما انا قلت ان انت عندك الديت كومبليت ده ما ينفعش تحط هنا وما ينفعش تحط هنا، يبقى ده اسمه اتريبيوت ان اي ريتش. طيب انما اسوشيتيف بقى، تعالى بص كده اسوشيتيف بقى، قال لك انا بالنسبه لي دلوقتي امبلوي بيعمل كورس مش عايز اخزن الديت كومبليت بس، لا ده انا عايز السيرتيفيكت نمبر وعايز الديت كومبليت، عايز الاثنين سيرتيفيكت نمبر في انتيتي ثانيه، عايز انتيتي ثانيه. الانتيتي دي اسمها سيرتيفيكت، هو عايز عنده انتيتي فيها الانتيتي دي السيرتيفيكت دي عايز يخزن فيها السيرتيفيكت نمبر، هو خد الكورس بسيرتيفيكت نمبر كذا، فدي انتيتي. الانتيتي دي بقى هتبقى عباره عن محطوطه فين، هتبقى موجوده فين، هي دي الفكره بقى. انا عندي الامبلوي اهو وعندي الكورس ده اهي، الانتيتي الامبلوي لما ياخد كورس يتخزن له في جدول ثاني السيرتيفيكت نمبر، يتخزن له في انتيتي ثانيه، يبقى دي اسمها دي الاسوشيتيف بقى، اسوشيتيف انتيتي. مش عايز يخزن بس الديت كومبليت وخلاص لما ياخد الكورس، لا ده انا عندي هنا، يبقى هنا في ايه؟ في عندي هنا السيرتيفيك نمبر ده ليها انتي ثانيه، يبقى الانتي دي هي عباره عن يخزن السيرتيفيك نمبر وهيبقى لها برايمري كي، خلاص البرايمري كي يبقى دي انتيتي، وخلاص هحط الديت كومبليت كمان معاها، يبقى دي تحولت من اتريبيوشن ريليشن لايه؟ لاسوشيتيف انتيتي. فيها مشكله كده يا جماعه؟ الاسوشيتيف انتيتي دي بتبقى زي الميني تو ميني ريليشن شيب اللي هي بالظبط جانكشن تيبل كده، بالظبط جانكشن تيبل، بياخد هنا ومن هنا والامبلوي امبلوي اي دي من هنا ومن هنا كورس اي دي والكورس اي دي والامبلوي اي دي ويحط جنبهم السيرتيفيك نمبر ويديت كومبليت. الميني تو ميني في الغالب انت هتفكها ليه اسوشيتيف انتيتي. تمام. طب هي لو هي اتريبيوت اللي هي الاتريبيوت اللي على الريليشن دي هي هتتخزن فين؟ احنا قلنا الانتيتي اسوشيتيف ده بيبقى له تيبل لوحده. طب احنا قلنا انا بالنسبه لي دي هي هياخد بقى هيعمل جدول، هيبقى في الجدول ده عباره عن ايه؟ كورس اي دي وامبلوي اي دي وجنبهم الديت كومبليت بس، انما هنا في برايمري كي اهو، يعني ممكن مش احط ده انا حطيتها اتريبيوتس ليه؟ لان مفيش حاجه احطها برايمري كي، الديت ممكن يتكرر صح كده، مفيش حاجه احطها برايمري، يعني ما ينفعش انتيتي دي كده انا حطيتها اتريبيوت عشان ما تنفعش انتيتي اصلا، لو تنفع انتيتي كنت حطيتها اسوشيتيف. وصلت كده؟ طب واللي فوق دي برضه هتبقى في جدول لوحدها؟ طبعا هياخد من ده كفورين كي ومن ده كفورين كي وجنبهم الديت كومبليت، والبرايمري كي بتاعهم هيبقى مثلا الامبلوي اي دي زائد الكورس اي دي. بالظبط ايوه الاثنين مع بعض. تمام كده، هي اصلا اي ميني تو ميني ريليشن شيب بتفك الجدول تاني. تمام كده، بس دي انا حطيتها انتيتي عشان هتشوف انا جايب مثال على دي ومثال على دي، على فكره مثال على اتريبيوتس انتيتي ومثال على الاسوشيتيف انتيتي يعني في الامثله تحت. تمام كده، يبقى احنا فهمنا دي انتيتي موجوده، هو بيقول لي في انتيتي كذا، فالانتيتي دي بالنسبه لي انا لازم احطها، فاحطها فين؟ بين الاثنين، يبقى انا بالنسبه لي دلوقتي دي اسوشيتيف انتيتي. تمام كده يا جماعه؟ تمام، ده بس هو رسم لك الرسمه مره عادي ومره رسمها بالفايز يعني، مش فارق معايا. تعال ندخل بقى على الريليشن، انواع الريليشنز. احنا عرفنا بقى الفرق بين الثلاثه، نعرف على الريليشن. الريليشن بقى ايه عندنا؟ ايه عندنا ريليشن بقى ايه؟ ممكن تكون ايه؟ 1 تو 1 يعني يوناري ريليشن شيب، واليوناري ريليشن شيب ممكن 1 تو 1 و1 تو ميني وميني تو ميني. تمام يا جماعه. طب 1 تو 1 زي ايه مثلا؟ وليكن قال لي 1 تو 1 يعني مثلا في المسيحيه وليكن هي 1 تو 1 اللي هي الفرد بيتجوز واحد، الشخص بيتجوز شخص، او الشخص بيتجوز واحده بس. ال1 تو ميني زيها ممكن نقول على عندنا في الاسلام ممكن الرجل يتجوز واحده او اثنين او ثلاثه او اربعه، يبقى ميني، يبقى ممكن يتجوز واحده او اربعه، او الامبلوي يتجوز الامبلوي يمانج ميني امبلويز ثانيين، يبقى يمانج ميني امبلويز، وان امبلوي يمانج ميني امبلويز. ممكن هنا ميني، هنا بقى ميني تو ميني، المفروض دي ميني تو ميني. الميني تو ميني بالنسبه لي انا عندي تيمز بستاندز فور ميني تيمز، يبقى كل تيم، كل مجموعه تيمز، كل تيم بيشاور على اكتر من تيم وبيشاور عليه من اكتر من تيم تاني.
يعني مشكله كده يا جماعه لحد دلوقتي. الباينري ريليشن شيب هي برضو اثنين بين 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 اثنين انتيتيز الامبلوي والباركينج سبيس دي 1 تو 1 يعني في هنا 1 وفي هنا 1 باركينج سبيس وال او 1 تو ميني 1 تو ميني اللي هي دي 1 البرودكت لاين والبرودكت البرودكت لاين في ميني برودكتس والبرود البرودكت لاين في ميني برودكتس والبرودكت داخل جوه برودكت لاين واحد في ميني تو ميني الكورس ستودنت يسجل في كذا كورس والكورس يسجل في يسجل فيه اكتر من قط ميني تو ميني تمام يا جماعه. وكذلك برضو عندنا الترنري نفس الطريقه اللي هي 1 تو ميني وميني تو ميني وهكذا بس في الترنري في الغالب بتكون ميني تو ميني بس لان هي هتيجي معايا ميني تو ميني كده بالمنظر ده البندر والوركس والوير هاوس والبارك البارك فهتبقى ميني تو ميني المشكله مش هتقابله دي كتير في الغالب يعني. نيجي بعد كده اللي بعد كده الاتريبيوتس نفسها بقى نيجي الاتريبيوتس الاتريبيوتس ممكن هو عباره عن بروبابيلتي او كاركترستيك اوف اني انتيتي اور ريليشن تايب يبقى هو عباره عن البروبابيلتي الخاصيه بقى انا بقول الموظف النيم بتاعه احمد يبقى انا بالنسبه لي ده هو ده الاتريبيوتس نفسه. طيب يبقى الاتريبيوت بقى ممكن يكون ريكوايرد او اوبشنال يعني ممكن يكون لازم ريكوايرد لا يبقى لازم يتحط لكل واحد لكل انتيتي انستانس لازم يتحط الانتيتي ده لازم يتحط الاتريبيوت ده او اوبشنال ممكن احطه ممكن ما احطوش يبقى الاوبشنال ممكن احطه ممكن ما احطوش انما ريكوايرد لازم ايه احطه. طب زي ايه قال لي في مثال اهو هو جايبه لك قال لي انا بالنسبه لي دلوقتي اهو المثال اهو قال لي انا معايا الستودنت الانتيتي اسمها ستودنت الانتيتي اللي اسمها ستودنت الستودنت بالنسبه لي فيها ستودنت اي دي ستودنت اي دي ده برايمري كي اصلا فلازم يكون ريكوايرد لازم تحدد وانت بتحدد كده وانت بتعمل لازم تقول ان هو ريكوايرد تكتب الاتريبيوت ده ريكوايرد ولا مش ريكوايرد هتلاقي في ماي سيكوال حته تحت كل ما تكتب اتريبيوت لازم تحدد الخصائص بتاعته هو كاركتر ولا نمبر ولا ايه بالظبط وريكوايرد ولا مش ريكوايرد طب هو برايمري كي ولا فورين كي ولا ايه بالظبط يبقى انا بالنسبه لي دلوقتي ده الستودنت اي دي هو عباره عن هو جمله من 10 حروف بس هو ريكوايرد اما الميجور الميجور هو جمله من 3 حروف بس اوبشنال يعني ممكن ما خزنوش ده ممكن ما خزنوش فنيجي نبص انا عندي لو الاكزامبل انستنس بقى كل ريكوايرد فلازم يتخزن للكل فانا بالنسبه لي انا بقول له الموظف اللي اسمه مايكل نخزن له الميجور بتاعه ام اي اس انما الـ 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 الموظف بتاعه او الطالب الثاني الميجور بتاعه انا مش مخزنه لانه ده اوبشنال فممكن تحطه ممكن ما تحطوش يبقى انا الاتريبيوت اللي بيكون اوبشنال ممكن احطه ممكن ما احطوش اما الريكوايرد لازم احطه لكل ايه لكل موظف. على فكره يا جماعه اصعب شغلانه ممكن تعملها في الداتا بيز هي الداتا انتري الداتا انتري عشان ما حدش يستسهل بس يعني عايزه قدرات كبيره يعني. طيب نيجي بقى لتاني نوع اللي سيمبل فيرسس كومبوزيت سيمبل فيرسس كومبوزيت اتريبيوتس ايه بقى السيمبل قال لي السيمبل يعني حاجه واحده حاجه بسيطه مثلا وليكن امبلوي اي دي انما الكومبوزيت كومبوزيت ده اللي بيتكون من مجموعه من الاتريبيوتس يعني لما اجي افكه في الجدول هفكه لكذا كولومز هفكه لكذا كولومز زي مثلا زي الادرس الادرس هيتخزن ادرس ايه هيبقى فيه ستريت وسيتي وستيت وبوستر كود هو ده الادرس يبقى الادرس انا بكتبها اتريبيوت واحد وانا بعمل اير دايجرام بكتبها اتريبيوت واحد وبحطها بين اقواس دائريه يبقى ده كومبوزيت يبقى عرفت ان ده كومبوزيت اتريبيوت يبقى هو ده بحطه بين اقواس دائريه. طيب لما بيجي يتحط في الجدول بقى الجدول بيفكه ايه بيفك الكومبوزيت ده لعدد من الايه من الكولومز عدد من الايه من الكولومز فيها مشكله كده يا جماعه. انما السيمبل زي مثلا امبلوي اي دي وليكن في هنا الاي دي يبقى الاي دي بالنسبه لي ده سيمبل وصلت معايا يا جماعه هو سيمبل مش كومبوزيت يعني مش مكون من اكتر من حاجه هو مكون من حاجه واحده بس. نيجي بعد كده قال لي في عندك ايه قال لي في ديريفد ودرايفد وسنجل سنجل فاليو يعني بياخد قيمه واحده مالتي فاليو بياخد اكتر من قيمه وستورد وديريفد ستورد يعني انا بخزنه انا اللي بدخله ديريفد يعني مشتق من حاجه ثانيه زي ايه قال لي انا بالنسبه لي دلوقتي في عندي بالنسبه للموظفين الموظفين بالنسبه لي بيقول لك ايه انا عندي الامبلوي نيم وكومبوزيت اهو لاحظ ان ده كومبوزيت البيرول ادرس برضه كومبوزيت حاطط بين اقواس كده وكومبوزيت الديت امبلوي انا بقى ايه الديت امبلوي بالنسبه لي ده سنجل فاليو وستورد فاليو ستورد فاليو ديت انا تاريخ التوظيف ده ستورد
السكيلز بقى، السكيلز دي مالتي فاليو، ان انا هديها اكتر من قيمه. يعني ممكن يكون عنده مثلا اي سي دي ال وكمبيوتر ومش عارف ايه وايه 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 السكيلز بتاعته، وعنده انجلش والكلام ده كله، يبقى ممكن يكون عنده سكيل 2 3 5 10، يبقى بتختلف من واحد للتاني. واليرز اوف امبلويز دي، دي بقى جايه منين؟ اليرز عدد سنه، عدد سنين التوظيف ده ايه؟ مخزنه منين؟ جايه منين؟ ما انا لو طرحت، ايوه لو طرحت الديت اللي انا واقف فيه من الديت دلوقتي هيديني الير ايه؟ امبلويز. يبقى ده الدريف بتحط بين اقواس مربعه، والمالتي فاليد فاليو بتحط بين ايه؟ بين بين بتاع ده، بين اقواس مجموعه، اقواس مجموعه. تمام كده يا جماعه. وفي الغالب المالتي فاليد ده بتحط في الجدول اللي راح، بتروح الجدول لوحدها، بتروح جدول لوحدها. تمام كده يا جماعه، تعمل لها جدول لوحدها. بقى نيجي بقى للبرايمري كي. قال لي البرايمري كي بقى، البرايمري كي، البرايمري كي لازم الايدنتيفاير، لازم لكل انتيتي يا جماعه يكون فيها برايمري كي. البرايمري كي ممكن يكون بقى ايه؟ البرايمري كي ده حاجه، حاجه مش بتتكرر، حاجه يونيك، يعني يونيك موجوده لكل انتيتي، نسمه مش بتتكرر لكل اي حد، ولازم تكون يونيك. بقى ممكن تكون، ممكن تكون سنجل، ممكن تكون مالتي فاليو، ممكن تكون اي حاجه من الحاجات اللي احنا، ممكن تكون كومبوزيت، بس هي المفروض مهم ان هي تكون ايه؟ يونيكلي ايدنتيفايد، يعني انديفيدوال انستنس. يعني لما اقول البرايمري كي بتاع فلان، يبقى انت عرفت الفلان ده، الموظف ده. زي مثلا وليكن الرقم بتاعك بتاع الكليه، الرقم بتاعك بتاع الكليه، هل انت ده ينفع يتكرر لحد الاثنين؟ لا، ما ينفعش يتكرر الاثنين، لازم هو لكل واحد دي لازم يكون له اي دي، يبقى ده اسمه البرايمري كي، داخل كل ايه؟ داخل كل انتيتي. في مشكله كده يا جماعه لحد دلوقتي؟ يبقى ده اسمه، ممكن يكون بقى سيمبل او كومبوز، ممكن يكون حاجه واحده، ممكن يكون مكون من اكتر من حاجه. في مشكله كده؟ زي مثلا هنا الستودنت اي دي، هو ده البرايمري كي. ممكن الفلايت، الفلايت ممكن الفلايت اي دي مكون من حاجتين، الفلايت نمبر والديت بتاعها، الفلايت نمبر رقم الرحله وتاريخ قيامها، ده كومبوزيت ايدنتيفاير. في مشكله كده يا جماعه لحد دلوقتي؟ اظن الكلام ده الدكتور قاله باستفسار بس بـ 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 يعني بوضوح، بس انا بعيده علشان خاطر ايه؟ مش يعني لو انا بشرح محدش يسالني، او انا بحل المسالتين، ثلاث مسائل انا احلهم، مش حد يقول الدنيا فيها ايه. تعال بص معايا كده، انا بالنسبه لي دلوقتي الكاردنالتي بقى، الكاردنالتي كونسترينز، احنا قلنا ايه؟ مانداتي 1 اوبشنال 1، مانداتي ميني اوبشنال ميني، يبقى مانداتي 1 وميني واوبشنال 1 وميني. طب زي هنا بقى المانداتري بقى، جايب لك مثال على كل حاجه. المانداتري زي هنا وهنا، البيشنت ماست، ماست المانداتري دايما بنقول عليها ايه؟ ماست. مانداتري بنقول عليها ماست، ماست ها ريكوردد او ريكورد بيشنت هيستوري، يبقى لازم كل بيشنت يكون له، لازم كل بيشنت لازم يكون له تاريخ او اكتر في مرض، ممكن يكون عنده اكتر من مرض، لازم يكون عنده تاريخ او اكتر لمرض او اكتر من مرض. انما التاريخ المرض الواحد هو لازم يكون لمين؟ لازم يكون ليه؟ لمريض واحد. يعني انا بقول مريض الكلى، هو مريض الكلى الفلاني، يبقى هو ده البيشنت هيستوري بتاعه. في مشكله كده يا جماعه لحد دلوقتي؟ فهو البيشنت ماست هاف، دي بقى ماست هاف ريكوردد ات ليست وان هيستوري اند كان هاف ميني. اما البيشنت هيستوري از، البيشنت هيستوري ده از ريكوردد فور وان اند اونلي وان بيشنت، وان اند اونلي وان، يعني هنا وان اند اونلي وان، واز دي اللي هي المانداتري بتاعتي. تمام يا جماعه. وكذلك جاب لك مثال بقى على كل حاجه من دول اهو، وان اوبشنال اند وان مانداتري، يعني واحد اوبشنال واحد مانداتري. فبقول ان هي دي الامبلوي والبروجكت، فبقول لك امبلوي از اساينت، مي اساين تو ميني بروجكت، وان اور ميني، او وان اور ميني بروجكت. يعني الموظف ممكن يعمل في مشروعه اكتر، ممكن ما يعملش في اي مشروع، ممكن يكون مثلا موظف مكتب، ممكن ما بيعملش باي مشروع. طيب البروجكت لازم بقى ماست، ماست يكون فيها على الاقل واحد امبلوي، على الاقل واحد ايه؟ امبلوي واحد، لازم البروجكت يكون فيه على الاقل واحد امبلوي، يبقى ليه ماست هاف ميني اور هاف ميني امبلويز. وكذلك نيجي بقى لل الاوبشنال، اوبشنال 1 اوبشنال 1، الاثنين اوبشنال. يعني بقول لك البيرسون، البيرسون مي married to one person، والبيرسون برضه نفس الطريقه ممكن يتجوز، يعني الواحد او الواحده ممكن تتجوز واحده ممكن تكون مش متجوزه، او الواحد برضه كذلك ممكن يكون متجوز او مش متجوز. البيرسون از married to at most one other person or may not be married at all، يعني هو يكون
متجوز واحده اكتر حاجه، وممكن يكون متجوز ممكن ما يكونش متجوز اصلا. يبقى انا بالنسبه لي ده العلاقه اللي هي وان تو وان. تعالى بقى نشوف. على فكره انا جايب المسائل من الكتاب وجايب الحل من الكتاب الحل، لو انتوا عايزين ابعته لكم الاثنين ابعته لكم، لو معاكم ما اكيد موجودين على الدرايف. فانا جايب المثال والحل من الاثنين دول. ف يعني ايه، احنا هنفهم مع بعض كده ونشوف الدنيا فاهم. تعالى بقى نفهم حضرتك قلت كتاب حل، الكتاب اللي فيه الحلول. ابعته لكم. حاضر، يا ريت لو حضرتك تبعته. حاضر حاضر. الكمباني بيقول لي هو عايز يعمل اي ار دياجرام لكمباني، عايز يعمل اي ار دياجرام لكمباني has number of employees. يبقى الكمباني ليها number of employees. لو انا سكت لحد كده ممكن واحد يقول ايه، انا عندي الكمباني دي انتيتي وعندي الامبلوي دي انتيتي. لا، الكمباني مش انتيتي، الكمباني مش انتيتي. ليه؟ لان هو ما ادانيش بيانات عنها اصلا، ما ادانيش اي حاجه عنها، قال لي الاتريبيوتس اوف امبلوي. يبقى انا عندي الاتريبيوتس اوف ايه، يبقى الامبلوي هو اللي مربع عني، بيبقى موجود في ايه، امبلوي اي دي وايدنتيفاير. وقال لي اهو ان هو ايدنتيفاير يعني هو ايه، يعني هو ايه يا جماعه، برايمري كي بالظبط. وقال لي اسمه ايه، وكمان خزن النيم، وكمان خزن الادرس، وكمان خزن البيرث ديت. يبقى انا عندي مربع، هعمل مربع كده لو انتم شايفين، انا همسحه تاني اوريكم الحل بتاع مربع كده، وهكتب كده هنا، في هنا هكتب هنا هكتب الامبلوي كلها طبعا يعني كابيتال. هو الراجل يعني هنا في المثال ده مش جايب لك تفكر حاجه اصلا، فهو امبلوي اهو ده الامبلوي، اكتب الامبلوي زي ما هو مديها لي كابيتال، واحط بقى الانتيتي الاتريبيوتس بتاعتك، الاتريبيوتس اللي هو الاي دي، واكتبها زي ما هو مديها لي الاي دي، واحط تحتها خط عشان اقول ان ده هو البرايمري كي بتاعي. وبعدين بقى النيم ممكن اعمل له كومبوزيت اللي هو فيرست وسكند ولاست، فيرست وميدل ولاست، والنيم واقول له كومبوزيت. ده كومبوزيت زي ما انا عايز، زي ما اعمل اسامبشن بقى. الادرس ممكن اعمله كومبوزيت، البيرث ديت هو ديت، وده سنجل فاليو او ستورد فاليو. تمام كده يا جماعه؟ تعال نشوف هل هو عمل كده ولا لا في الحل بتاعي. يبقى انا عندي بالنسبه لي دلوقتي ده كده الجزء اللي هو بتاع الامبلوي اي دي. تعال نشوف كده اهو، قال لي الامبلوي هو امبلوي اي دي، والامبلوي نيم، والامبلوي ادرس، والامبلوي بيرث ديت، وما قالش ده حاجه ولا حاجه، ومش مشكله. عايز تعملها اسامبشن اعملها، مش عايز تعملها براحتك. واضح يا جماعه؟ يبقى هو ده اللي انا بتكلم فيه، ان انت ممكن تعمل ده. اصل النيم هيخزن كده نيم واحد لكل امبلوي، اسم واحد. ولا ممكن تعملها اكتر من حاجه، بس وانت بتسجلها هتبقى في مشكله، فانت لازم تعمل ده كومبوزد. وده برضو امبلوي ادرس، انت مش هتخزن مثلا الشارع بس، انت هتخزن حاجات كتير، فممكن تعملها كومبوز. ده اسامبشن بقى انت ممكن تحطها. تمام؟ طيب نيجي نكمل فوق بقى، كمل فوق. احنا كده عملنا الانتيتي الاولانيه، تعال نشوف الانتيتي الثانيه، او نشوف هو هيقول ايه تاني. طيب بيقول لي ذا كمباني اولسو هاف سيفرال بروجيكتس. يبقى الكمباني لها ايه؟ مجموعه من الايه؟ الكمباني اولسو هاف سيفرال بروجيكتس. اتريبيوتس اوف بروجكت، يبقى البروجكت دي هي انتيتي معايا، بتتكون البروجكت اي دي وايدنتيفاير والبروجكت نيم والستارت ديت، يبقى ده كلهم انتيتي موجوده عندي. ده اسم الانتيتي بالنسبه لي، وده البرايمري كي بتاعي، ده البرايمري كي البروجكت اي دي، وده البرايمري بروجكت نيم، ده اتريبيوتس موجوده، والستارت ديت ده اتريبيوتس موجوده. يبقى في عندي كده ايه، اثنين انتس. طيب كمل، بيقول ايتش، خلاص احنا هنعمل الجدول الثاني خلاص. يبقى احنا عندنا دلوقتي جدولين، اعملها لكم على البنت، ممكن اعملها لكم على البنت، نعملها مع بعض، نعملها مع بعض على البنت عادي جدا لو انتوا عايزين. يعني البنت اهي اهو، هنيجي هنا نحط هنا انتيتي كده، هنقول كده معلش، هنا كده، هنا دي كده، واعمل كده عشان اكتب بس هنا، هكتب هنا كلمه كابس نمبر الاول، واكتب امبلوي. مخزنين ايه عن الامبلوي بقى؟ هنا اجي هنا، مخزنين ايه عن الامبلوي؟ الامبلوي اي دي، ايوه الامبلوي اي دي، واحط تحته خط، لازم احط تحته خط عشان اقول ان هو ده الايدنتيفاير. تمام يا جماعه؟ وانزل بقى احط بقى النيم، امبلوي نيم، نيم وادرس
صح كده؟ وعندي مين تاني؟ انا عايز اشيل دول من عليهم الخط، لان مش دول مش حاجه. طيب والتالت بقى ايه؟ قلنا ايه؟ الديت والامبلوي وايه؟ والبيرث ديت. والبيرث ديت تمام يا جماعه؟ طيب الثانيه، نيجي للثانيه، الثانيه برضو نفس الطريقه هنعملها هنا. هنقول كده البروجكت، انتيتي بتاعت البروجكت. هاجي هنا هقول بروجكت، وهنكتب هنا بقى البروجكت اي دي، هنا البروجكت اي دي، وعايزين نخزن ايه تاني؟ معلش بروجكت اي دي والبروجكت نيم والستارت ديت، والنيم والستارت ديت، وما انساش اعمل البروجكت اي دي ده برايمري كي. تمام يا جماعه؟ في حد عنده مشكله كده لحد دلوقتي؟ في حد عنده مشكله؟ لا تمام. تمام نكمل بقى. بيقول لي بقى ايه؟ بيقول لي each employee may be assigned to one or more projects or may not be assigned to a project. يبقى ايه معناها ايه؟ معناها ايه الجمله دي؟ كل موظف ممكن يروح لمشروع او اكتر، او ممكن ما يروحش لاي مشروع. يبقى دي معناها ايه؟ يبقى الخط هنا ده بالمنظر ده كده ممكن يبقى في دايره هنا صغيره، صح كده؟ ناحية البروجكت هيبقى دايره اوبشنال، صح كده؟ ما تمام. ممكن ما يروحش ولا في البروجكت وميني، صح كده؟ لان ممكن يروح ايه؟ ممكن يروح لمشروع ممكن ما يروحش، صح كده ولا مش صح؟ صح يا جماعه ولا مش صح؟ تمام. طيب تعالى نكمل بقى، نكمل نشوف الحاجه اللي بعدها. بعدين بيقول ايه؟ A project لبروجكت must have at least one employee and may have any number of employees assigned. يعني ايه برضو؟ يعني ايه؟ نحط ماست وبعدين علاقة من المرة الناحية التانية. ايوه يبقى البروجكت ماست، يبقى احط الخط ده. ايوه وميني، صح كده؟ وميني ايوه ميني. يبقى الامبلوي مي وورك، ممكن نخليها اسمها وورك، الانتيتي نخليها اسمها وورك، ميني مي وورك اون وان اور مور بروجكت. والبروجكت ممكن نخليها اسمها اساين، اساين ماست، ماست اساين باي ميني، ماست اساين باي ميني ات ليست وان، ات ليست او وان اور مور اي امبلوي. فيها مشكله كده لحد دلوقتي؟ في مشكله؟ طب تعالى نكمل. هو قال حاجه ثانيه ولا سكت لحد كده؟ بقول لك بقى ايه؟ ها ان امبلوي بيلينج ريت، عايز يعمل البيلينج ريت، عايز حاجه اسمها البيلينج ريت، may vary by project، ممكن تختلف بالبروجكت، and the company wishes to record the applicable billing rate for each employee. يبقى انا عايز الشركه عايزه تعمل ايه؟ تخزن حاجه اسمها billing rate لكل employee، بس لما بيأساين لمين؟ لبروجكت، a particular project. لبروجكت. يبقى هيبقى انا attribute على relation. بالظبط، attributes على relation. يبقى احط اتريبيوس على الريليشن اهو ده، واقول ايه ده اسمه ايه؟ بيلينج ريت. بالظبط كده، بيلينج ريت. تمام يا جماعه؟ في مشكله كده يا جماعه؟ في حد عنده سؤال كده؟ تمام، ندخل على السؤال اللي بعده. ندخل على السؤال اللي بعده، ده الحل بتاعه اهو يا جماعه. تمام؟ نيجي بقى اللي بيقول لي اهو اهو، تعالى بقى الباتري. هنعملها برضو على الـ على الـ على البيت يعني. المعمل has several chemists، يبقى انا عندي المعمل في مجموعه من الايه؟ من الشيمست، صح كده؟ شيمست هوز وركس اون وان اور مور بروجكت. يبقى انا ما عرفتش حاجه لحد دلوقتي، الجمله دي ما فادتنيش بحاجه، صح كده؟ فادتني بحاجه، قالت لي ان انا عندي معمل والمعمل عنده مجموعه من الشيمست وبيعملوا، وكل شيمست ممكن يعمل في مشروع او ايه؟ بيشتغل في مشروع او ايه؟ او اكتر، صح كده يا جماعه؟ فادتني بحاجه غير كده؟ ممكن نقول
ان في انتيتي اسمها كيمست وفي انتيتي اسمها بروجكت. حتى لو قلت كده ما انت هتقول الانتيتي دي الاتريبيوتس بتاعتها ايه؟ هتحط لها اتريبيوتس من عندك؟ هتستمشر هتقسم اتريبيوتس؟ لا من البدايه اكون فاهم وانا داخل بس. ماشي ما هو كده كده هيوضح لك لو هو عايزها الانتيتي هيوضح لك. فبقول لك الانتيتي الشيمست بقى also use certain kind of equipment of project. ها معناها ايه؟ ان الـ ان الـ الشيمست بيعمل ايه؟ ممكن يكون عنده مجموعه من الاكويبمنت لكل بروجكت. تمام؟ يبقى لو انت بقى عايز تفهم الاول يبقى انت عندك كده انتيتي للشيمست وانتيتي للبروجكت وانتيتي لمين؟ الاكويبمنت. طيب تعال نشوف بقى. تعال نشوف بقى. ايوه تعال نشوف لان الاكويبمنت هي بين مين ومين؟ زي ما زميلك قال هي اسوشيتد بين الشيمست وبين بين الكيمست وبين البروجكت. طيب تعال بقى نعمل بقى الاتريبيوتس اوف شيمست او كيمست انكلود امبلوي اي دي بتاع الامبلوي اي دي والنيم والفون. طب تعال نعملها والفون نعمل. يبقى تعال نقول هنا انا عندي هنا في مربع في مانس سهل عليك ايه ده؟ لا ما هو عشان الخط ده ما في خط انا مش هفضل ارسم بقى. يبقى الكيمست بنخزن له ايه؟ احنا قلنا بنخزن له اربع حاجات صح كده؟ الاي دي صح كده؟ والنيم والفون نمبر اعتقد والفون. تمام؟ انا مش عايز بس غير الاي دي هو اللي ايه؟ الايدنتيفاير لان الاي دي هيبقى ايدنتيفاير. تمام؟ تمام يا جماعه؟ يبقى نيم وفون نمبر واي دي. طب البروجكت في بروجكت اي دي وستارت ديت. بروجكت اي دي وستارت ديت. يبقى نروح نعمل البروجكت بروجكت اي دي البروجكت في اي دي و ستارت ديت وهنا الاي دي ده ايدنتيفاير. تمام؟ وعندنا بقى مين؟ الاكويبمنت الكليوت سيريال نمبر والكوست. اكويبمنت سيريال نمبر والكوست. يبقى اجي هنا واقول عندي هنا سيريال نمبر وكوست. فين البتاع؟ فين البتاع؟ سيريال نمبر وكوست. خلينا نحطها في اي مكان كده. طبعا كلها كابيتال معلش. النمبر انا هقول على نمبر خلاص والكوست بتاعي وخلاص والكوست مش ايدنتيفاي. تمام يا جماعه؟ يبقى النمبر والكوست. تمام كده يا جماعه؟ تعال نشوف بقى ايه بقى قال لي ايه. The organization wishes to record a signed date. عايز اساين ديت. That is الديت بقى ايه؟ ديت when given equipment item who was assigned to particular chemist working on a specified project. يعني ايه معناها ايه؟ بروبرتي على الريليشن. دي بقى اللي هي بيقول لك ايه؟ انا عايز ادي ديت صح كده؟ ازود هنا ديت صح كده؟ ازود هنا ديت بحيث ان يربط لي الشيمست بالاكويبمنت بالبروجكت. الديت اللي استخدم الكيمست ده استخدم الاكويبمنت دي في البروجكت المعين ده صح كده؟ ممكن دي تبقى ترناري ريليشن شيب. هي كده هي ترناري ريليشن شيب. بس الترناري ريليشن شيب دي فيها ايه؟ فيها كمان اتريبيوت صح كده؟ الديت اللي هو ايوه الديت. فهتحول دي بقى اللي هي الاكويبمنت من ايه يا جماعه؟ انا عندي هنا عامل ايه بقى؟ هيقول لي بقى اعمل ايه؟ عايز احط ديت فهزود هنا بقى ازود هنا ريليشن. ايوه زي الاسوشيتيف. هي اسوشيتيف فعلا بقى. احط فيها ايه؟ الديت. الديت بالظبط كده. احط فيها الديت عشان هي بين ثلاثه
مش بين اتنين صح كده؟ اه الديت، واسميها وليكن هي عباره عن assignment، وليكن اي حاجه تعجبك سميها زي ما انت عايز، هي assignment date، عشان كده سميناها assignment. تمام كده يا جماعه؟ طب العلاقات بقى، هو قال لك ان البروجكت ان الكيمست ممكن زي ما هو قال فوق كده، ان الكيمست must be assigned at least one project and one equipment and one equipment item. يبقى هي عباره عن مين؟ دي هتبقى علاقتها ايه؟ هو هي assign لميني بروجكت اند equip many equipment. هي هتحط كل العلاقات مع الاساينمنت صح كده؟ اه. يبقى الكيمست must assign one on many be project. والبروجكت لازم يكون must be assigned to وكذا. والاكويبمنت ممكن تخش، لازم تخش في مشروع او اكتر، على الاقل تكون ايه؟ مشروع، ولا مش تكون لازمه عندي صح كده؟ صح كده ولا يا جماعه؟ طب الاساين ديت بقى لازم يكون لكيمست واحد والمشروع واحد وليه؟ اكويبمنت واحده صح كده؟ وضحت يا جماعه ولا ما وضحتش؟ تمام؟ مش مهندس، هو بعد ما عملناها كده لما نيجي نقراها ازاي نقرا العلاقات مثلا من غير ما نطلع؟ اقراها اهو، انت عندك الشيمست ديت كده كده اسوشيتد دي كانها. انت بص ممكن تقول ان هي ان الشيمست والبروجكت دي اصلا هتلاقيها ايه؟ علاقه مين وتو ميني. مش هو كاتبها لك علاقه مين وتو ميني فوق اهي؟ اهي الشيمست ماي اولسو ماي سوري فين هي؟ بقول لك ايه هنا قال ايه؟ بتهيألي قال لك ان هي ان ال سيرفال ورك اه اللابرتا سيرفال شيمست هو وركس اون وان اور مور بروجكتس. الشيمست ايه؟ بيشتغل في اكتر من ايه؟ بروجكت. والشيمست ماي اولسو ايه؟ يوز سيرتن كايند اوف اكويبمنت اون ايتش بروجكت. دي كمان يا جماعه ماي اهي، يعني دي ماي انا كنت عاملها غلط اهي. اه في ماي في الموضوع، في ماي اهي، دي اللي هي ماي كده مش ماست. تمام يا جماعه؟ طب يعني مثلا انا لو معايا دلوقتي الاي ار دياجرام ده عايز اقرا لك، قول بقى اهي، قول الشيمست ماست ورك هنسميها ورك وليكن ان وان، دي اهي العلاقه دي اهي ماست ورك ان وان اور مور بروجكت اند may use number of equipment sorry we use one equipment we the assigned it معين. وكذلك ممكن تجيبها بالناحيه الثانيه بقى، يعني انت هتقول الشيمست بيدخل في المشروع الفلاني باكويبمنت معينه بالتاريخ الفلاني. وصلت كده ولا ما وصلتش؟ يعني هو كاتبها لك اهي، والله انا حتى معلمها لك باحمر اهي، يعني ايه؟ عليها لك باصفر، الجزء اللي سهل فيه باصفر اهو، والجزء ده اهو الاورجنايزيشن wishes to record assigned date that is the date when gives equipment item was assigned to a particular chemist working on a specified project. هي دي الجزء اللي انا بتكلم عليه، اللي انا عملت له ايه؟ تيرني. طب مثلا هو احنا ليه مثلا مش عملنا الديت في النص مثلا اتريبيوت على الريليشن مثلا؟ اتريبيوت على انهي ريليشن؟ ما انت عندك هيكون في ريليشن ثانيه، ما انت عندك هيكون في، لو انت عايز تعملها باينري ريليشن هيكون في ريليشن بين ده وده، وريليشن بين ده وده، وريليشن بين ده وده، هتحطها على انهي ريليشن؟ لا لو عملناها اللي هو الريليشن اللي هي توصلهم من الثلاثه ببعض مثلا احطها على الريليشن ماشي الترنري اهي، حطيتها الترنال ريليشن شيب زي ما انت بتقول اهو، هتحطها على انهي خط بقى؟ على النقطه اللي في النص؟ مش ينفع يعني؟ لا ما ينفعش. تمام يا جماعه؟ تمام. طيب ناخد المثال الاخير
عندي اهو ده بتاع المثال الاخير اهو معانا النهارده، بيقول لي هوسبيتال، ده سهل بقى عايزين نخلصه في اقل من قبل ما الميتنج يخلص. بقول لي هوسبيتال هاز ا لارج نمبر اوف ريجستر فيزيشن، يبقى انا عندي حاجه اسمها ايه؟ فيزيشن. الفيزيشن دي بيتكلم عن الفيزيشن اي دي، في الفيزيشن اي دي وفي السبيشاليتي، السبيشاليتي التخصص يعني، في الاي دي والايه؟ في الاي دي والايه؟ والتخصص. والبيشنت ار ادميتد تو ذا هوسبيتال باي ذا فيزيشن، يبقى المريض بيتقبل للمستشفى باستخدام الايه؟ الفيزيشن ده. الاتريبيوتس اوف بيشنت هو عباره عن بيشنت اي دي والبيشنت نيم. تمام كده يا جماعه؟ يبقى انا عندي، تعال نشوف الحته دي عشان بس فيها ايه؟ في حاجتين عندك. انا هعمل كده هنا الفيزيشن، انا هكتب سريعا بس الفيزيشن هكتبها بي اتش، وفي هنا اي دي ماشي يا جماعه، وبرايمري كي ونيم صح كده، وهنا البيشنت في بي، وعندي في ايه بالنسبه للبيشنت؟ بيشنت اي دي ونيم، اي دي ونيم برضه ونيم. تمام كده، دي الاتريبيوتس اللي عندي. تمام يا جماعه، تمام ولا ايه؟ تمام. طيب هو قال لي ايه؟ ان الفيزيشن may admit، may admit one or more ايه؟ patient صح كده؟ والبيشنت must be admitted by one physician صح كده يا جماعه ولا ايه؟ مش ده اللي هو قايله؟ تمام. اهو قال لي ايه؟ ان البيشنت ار ادميتد تو ذا هوسبيتال باي ايه؟ باي فيزيشنز. اتريبيوتس كولد كذا. اني بيشنت هو ادميتد ماست هاف اكزاكتلي وان ادميتنج فيزيشن. هو اللي لسه قايلها لي. انا عملتها بس هو قال لي البيشنت لما بيتقبل بيكون له ايه؟ فيزيشن واحد بس. والفيزيشن مي اوبشنلي ادميتد اني نمبر اوف ايه؟ اوف بيشنز. Once admitted بمجرد الانقبال كده انا خلصت. طب بعد كده بقى قال لي a given patient must be treated by at least، كل patient must be treated by at least one physician. يبقى مش هي علاقة بس الادميشن بس بين دول، ده في مش دي 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 الادميت بس، مش دي علاقة الادميت؟ مش دي علاقة الادميشن يا جماعة؟ هي في علاقة، في علاقة بين الادميت وفي في في حاجة تانية؟ اه قال لي في ايه؟ في علاقه العلاج صح كده، في علاقه العلاج للتريتمنت كمان، يعني في علاقتين بين دول. اه في علاقتين اهو، في هنا تريتمنت علاج. تمام يا جماعه. فبقول لك ايه؟ ان البيشنت هي تريتمنت، هي تريت ماست تريتمنت باي وان اور مور فيزيشن صح كده، مش هو اللي لسه قايل اهو، احنا لسه قايلينها اهو. وانس ادميتد ال given patient must be treated by at least one physician. One physician. وال particular physician may treatment any number of a of patients or many treat any patients or many treat any patients. يبقى ممكن يعالج واحد او ممكن ما يعالجش خالص صح كده؟ ممكن يعالج واحد او اكتر او ممكن ما يعالجش خالص. فيها مشكله كده، يبقى انا عندي ده اثنين انتيتي اه، بس ليهم ايه؟ اكتر بينهم اكتر من ايه؟ اكتر من ريليشن. ينفع؟ اه ينفع. في مشكله كده يا جماعه؟ في مشكله؟ لا تمام. طب حد عنده سؤال؟ انا كده خلصت، حد عنده سؤال؟ يا ريت بس لو حضرتك تبقى ترفع لنا ملف الحلول وملف الملف ده، او حد يكلمني وانا ارفعهم له حالا دلوقتي، حد يكلمني على الفيس او الواتس وانا ارفعهم له حالا. تمام. ماشي، حد عنده سؤال؟ انا نتقابل الاسبوع الجاي ان شاء الله. هو السكشن يا جماعه كمان ان شاء الله.